اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. مع اسرار الحياه هنتعلم وهنستفيد من كل جديد. النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه جدا. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في حياتنا، هي العيد الاضحى وتكبيرات العيد الاضحى وذكرياتنا واحنا صغيرين، ازاي كنا بنحضر تحضيرات العيد. وكمان في حاجه مهمه جدا، الاضحيه اللي احنا بنضحيها ووقفه عرفات وكل الذكريات الجميله ديت. النهارده هنتكلم عليها بكل التفاصيل. معانا ومعاكم النهارده طبعا استاذتنا استاذه ايه. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه ايه. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وسعاده. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه ايه. طبعا النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه جدا، اكيد طبعا عشان عيد الاضحى، يعني عيد الجميل اللي كلنا بنستمتع باجواءه الجميله، واللي بنلاقي كتير جدا من الاهالي والاقارب يعني ما بيقربوش من بعض. الفكره ان هم ما بيفتكروش بعض غير في الاعياد طبعا والمناسبات، ودي الكارثه الكبيره جدا اللي كان لازم نتكلم فيها النهارده بالذات عشان عيد الاضحى وعشان وقفة عرفات والايام المباركه دي لازم نتكلم فيها بجد. لازم نحافظ على بعض، لازم نخاف على مشاعر بعض، اكيد لازم نخاف على مشاعر بعض. في غابه بمعنى اصح، كله بيهجر كله، ما حدش بيسال على الثاني، الاخوات ما بيسالوش على بعض، يعني حاجه غريبه جدا. لا ما بنستناش غير مثلا مناسبه نتجمع فيها. لا هو بس الاعياد والمناسبات هم اللي بيتجمعوا فيها خالص، فاشمعنى دي فقط لا غير اللي احنا بنتجمع فيها؟ لا ملاحظه ان فعلا احنا افتقدنا العلاقات الاسريه، ما بقناش زي بعض زي ايام زمان. ان احنا العيد هو بس اللي بيجمع، هي العلاقات الاسريه والناس واحتمال كمان ما يبقاش فيه يعني تجمع وحاجات. بس حضرتك فاكره يا استاذه ايه لما كنا صغيرين ونسمع ان العيد الكبير قرب كنا بنعمل ايه؟ طبعا بتبقى فرحه كبيره جدا، واللي نايم مستني بكره هيعمل ايه ونحضر هدومنا ايه. طبعا لا ولو مثلا معانا اولاد صغيرين كنا بنحضر لهم مثلا الجلابيه البيضاء والاستاذه الاسدال بتاعها الصغير، ونروح نصلي. طبعا احنا السنه دي مفتقدين الموضوع دوت علشان فيروس كورونا. اكيد عشان الفيروس وعشان يعني الواحد بيبقى زعلان جدا. بس نقدر ان احنا نعملها يا هند في بيتنا، نقدر نجمع اهلنا اللي في بيتنا فقط لا غير ونعمل. بس ساعات في حد بيكسل ان هو يروح يعمل التكبيرات دي في البيت او يصلي، فبيضطر ان هو بقى يقول لك ايه خلاص. اصل هي فرحه مش أكيد دايما موجوده، فبالتالي ده هي فتره بسيطه جدا هنعملها نحتفل فيها مع بعض. يعني انت شايفه ان احنا دلوقتي في زمن 24 ساعه قاعدين على النت، مفيش اللي هي ايه بقعد مع والدتي اكلمها وتكلمني، بقعد مع صاحبتي اكلمها، لا كل حاجه شات، كل حاجه نت، بقت كل حاجه في حياتنا. افتقدنا بمعنى اصح الاحساس ببعض. ايوه صح، افتقدنا ان احنا نبص لبعض ونكلم بعض. ايوه افتقدنا الحب اللي كان موجود زمان، يعني كنا احنا صغيرين كنا بنتجمع كلنا. اكيد دلوقتي كل واحد في اوضته ماسك التليفون وقاعد فقط، مفيش اي حاجه خالص، مفيش تجمع اصلا. لا مفيش كلام. لدرجه اني انا فاكره واحنا صغيرين كان خروف العيد دوت بيبقى اساسي. كان طبعا كل اسره لازم تجيب خروف العيد دوت، كنا نقعد ننام للصبح، لا ده احنا هنقوم نضحي بالاضحيه بتاعتنا وهنلعب مع اهالينا وقرايبنا. دلوقتي الدنيا خلاص مش عارفه ايه اللي حصل، يعني ايه اللي ادى الى توترت العلاقات الاسريه. في ايه اللي حصل؟ ما كناش كده، كنا زمان بنبقى فرحانين جدا بدخلة العيد ونعمل ونجيب بلالين ونزوق ال بصي يا هند، برغم البيت ان ليه ايجابيات فليه سلبيات. احنا تفتكري ايه بقى يا استاذه ايه؟ ايه؟ تفتكري ايه السبب ان احنا قاعدين 24 ساعة على النت؟ الأم ما بقتش بتسأل على أولادها بيعملوا ايه؟ مفيش متابعة، مفيش اللي هي ايه، لا ده العيد قرب خلاص نتجمع كلنا ايدينا في ايدين بعض. لا كلنا قاعدين على النت، كلنا بصعبطنا بنتكلم على النت، مفيش اللي هي تجمع. ما انا صح افتقدنا التجمعات، افتقدنا فرحه العيد، افتقدنا الاسره الجميله اللي كانت بتلم. فعلا انا بلاحظه بس في المناسبات اللي احنا بنتجمع، اكتر من كده ما بنتجمعش. واحيانا زي ما انت قلتي ما بنتجمعش حتى في المناسبات، لا خالص. بالتليفون اصبح دلوقتي التليفون اتصل بفلانه، كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وانت طيب، عملت عليا اتصلت بيها. لكن دي مشكله كبيره. انا اقعد اشارك اختي، اطبطب على اختي، اقول لها مالك، عامله ايه كده، مفيش خالص. وافتقدنا الحب برضه، مفيش يعني افتقدنا كل حاجه، كل حاجه افتقدناها. احنا النهارده هنتكلم عن الافتقادات فقط لا غير ولا ايه؟ يعني مش عارفه، احنا طالعين المشاهدين هنتكلم عن عن السلبيات. افتقدنا حاجات كتير، نفسنا ترجع ايام زمان. طبعا ايام الفرحه، ايام بجد فيها خير وفيها بركه. ايوه أيام طبعا، لما كنت تاخدي العيديه تعرفي يعني ايه عيديه. دلوقتي بيفرقوا، حتى العيديه بيفرقوا ما بينهم، يعني الصغير ما ياخدش زي الكبير. لا لا خالص، دي اكبر غلط. العيديه على الكل، العيديه واحده،
كان الجد والجدة برضو كانوا بيعملوا يعني بهجة. طبعا أكيد. كنا نقف طابور كده، والكبير الأول بعد كده الصغير، وكان يطلع من جيبه يدينا. كنا بنبقى فرحانين جدا، كنا أكننا جدا. ماسكين الدنيا. فمش حتى الجد والجدة دلوقتي بقوا يمسكوا التليفونات ويعملوا شات. ده احنا في فعلا. عصر التقدم. ما هو بص، عصر التقدم مع انهيار الأسر، مع انهيار أجمل حاجات اللي هي الذكريات الجميلة، اللي هي اللمة والفرحة، اللي حاجات جميلة جدا اللي افتقدناها يا هند. يعني عندك انت ممكن ما تفضيش 24 ساعة بتكلمي اي على النت، مش فاضية بنتك بتعمل ايه، مش لا فاضية تقعدي مع اولادك، مش فاضية تشوفي زوجك بيعمل ايه. معلش خليني صراحة، انا اسفة طبعا ان انا بتدخل، بس ده فعلا الحقيقة، بان كلنا بنتكلم على النت، كلنا حياتنا كلها نت نت، مفيش اللي هي تجمعات، مفيش الفرحة اللي احنا هنحضر لبكرة عشان ننزل نتفسح، هنروح فين، هنروح في مكان فلاني، الحاجات الجميلة دي. بعد إذنك يا أستاذة آية، معايا مداخلة. ألو ألو، ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك؟ أستاذة أم علاء، أهلا وسهلا. كل سنة وأنت طيبين. وأنت طيبة حضرتك، أهلا وسهلا بيكي. ألو، بس المكالمة للأسف المكالمة اتقطعت. اتقطعت. الناس على فكرة مفتقدة الحاجات ديت. فأنا للسادة المشاهدين، يعني لو في حد دلوقتي شايفنا ممكن يعمل مداخلة طبعا ويكلمنا. أكيد. احنا احنا بنتكلم في حاجات نسيناها، وبنتمنى بجد يا أستاذة آية إن هي ترجع تاني. يا ريت والله، يعني يا ريت. يعني مش بقول نوقف النت أو ننهي التكنولوجيا، عمرنا ما ننهي التكنولوجيا، لا، عايزين نتقدم أكتر وأكتر، بس خلوا فيه شوية وقت لأهاليكم، لناسكم، اسألوا على بعض. الدنيا بمعنى اصح يا هند مش مستاهله. النهارده انا موجود، بكره مش موجود. بيتخانقوا كتير مع بعض انت على بتشوف اسفل الاخ الاسباب. بيضرب اخوه، بيقتله عشان ورث. ورث ايه؟ كلنا رايحين لله، كلنا هنسيب الدنيا دي، فبالتالي مش عارفه بيفكروا ازاي في ده الفلوس ممكن كمان يقطعوا للابد. ده فعلا. مش عارفه ازاي، ولا في صله رحم ولا اي حاجه، ما ويكون عارفه. داخل عليه عيد زي العيد بتاعنا، داخل حتى عليه ما بيرفعش موسم، سماعه التليفون ويقول له كل ولا سنه اي وانت طيب. حاجه. لا يعني صالحوا مع نفسيكم، صرفوا مع ربنا عز وجل، بلاش اللي هي حته الكبرياء والغرور، بلاش حته اللي هي انا عاوز فلوس بس. الحياه مش فلوس، لا، الحياة مش الحياه فلوس، حب قيم ورحمه واخلاق. طبعا طبعا اكيد. والحب يعني احنا بنشوف عند ان كل حاجه لها لغه، لغات عالم كتير جدا الا لغه الحب، لغه واحده فقط لها، اللي من هي القلب الاحساس للقلب. بالغير. اكيد طبعا. اكيد. والاحساس ان انا احس بغيري، ان انا افهم غيري عاوز يقول ايه من غير حتى ما يتكلم، ان انا قبل ما اقول الكلمه يعني اجربها على نفسي، هل هتوجعني انا ولا لا. اكيد. فالاحساس حلو. كان زمان يا استاذه ايه، كان يعني الجد والجده بيرفعوا سماعه التليفون. ايه يا ابني ما جيتش ليه؟ لا انت لازم تيجي، انت وعيالك كلنا نقعد على ترابيزه واحده، نتقاسم الاكل ونتقاسم الشرب مع بعض. كان زمان الام والاب اصلا كان عندهم حته ان هم ايه، ان لازم في يوم معين في الاسبوع الناس كلها تتجمع في اليوم ده، ومحدش ما يجي كانت بتبقى كارثه. اللي ما يجيش بتبقى كارثه، ان هو ما ان ازاي ما جيتش، ازاي انا بكلمك، ازاي ده اليوم دوت احنا كلنا لازم نبقى مع بعض. اتلغت خالص يا هندي. اتلغت. فمفيش بقى، مفيش. ازاي؟ طب انت ما جيتش ليه؟ حاليا ما تعرفيش ابنك قاعد في البيت ولا مش قاعد، اخوكي قاعد ولا مش قاعد. لا 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 ما خالص. بقيش في حاجه اسمها رقابه، ما فيش حاجه اسمها بنسال على بعض. عشان يعني الاخ يكون تعبان فوق في شقته اسبوعين ثلاثه، الاخ اللي تحت ما يعرفش، ما بقيش بيسال اللي هو إيه انت في اوضتك وانا في اوضتي، ماليش دعوه بيك. حتى الاسر ما بقتش بتسال على بعض. يعني يمكن العيد ده يجمعنا يا ريت. ويجمع الناس. نتمنى يعني، احنا عمالين بنتكلم والله يا جماعه، احنا بنتكلم في السلبيات اللي بتحصل في حياتنا. بس احنا بنقول احنا داخلين على مناسبه كويسه جدا. يا ريت كلنا نتصافى مع بعض ونتصالح مع بعض. ضد فكره ان هي ايه، ان انا بسال عليكي عشان المناسبه. احنا جالنا فيروس غلط. فيروس دمر الدنيا كلها، فيروس صغير دمر الدنيا كلها. الاستاذه ام علاء، اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والاعداد كل سنه وهو طيب. ربنا فعلا يا بنتي الدنيا تقل خيرها. ربنا يخليكي. انت طبعا حضرتك شايفه احنا بنتكلم عن ايه؟ انت موجوده اهو والخير كله ان شاء الله. انا عندي 60 سنه يا بنتي، ما بقاش. ربنا يديكي صحتك، ربنا يديكي صحتك.
الدنيا اتغيرت عن الاول. اكيد اكيد حضرتك انت معانا في الكلام اللي احنا بنقوله. معاكم. انا بصي، انا اتطلقت واشتغلت وربيت بناتي وجيت اتجوزت، قلت لجوزي ما تخشش بيتي طول ما في بنات وانا في شغلي، وحافظت عليهم وجهزتهم وانديانت وجوزتهم ودخلتهم، وكل حاجه ما حدش بيسال فيا. نصيحه منك يا ام علاء للساده المشاهدين بس. ايه؟ نصيحه منك لينا. نصيحه يا بنتي، ان فعلا فعلا ما حدش يسيب الصلاه بتاع ربنا. اكيد. انا ربيت وكبرت وعلمت، خلي بالك واخدين شهايد. ايوه. واحده سياحه وفنادق، والثانيه سنتين دبلومه سنتين معاد، ما شاء الله. ماشي. وعلاء ابني ده جوزته. وفي النهايه يا بنتي ما حدش بيسال في حد، الدنيا تلاقي. ماشي يا امي، الدنيا تلاهي يا حبيبتي، بس برضو لازم نسال على بعض. سلة لازم الرحم. سلة الرحم دي مهمه جدا. ما بقاش يا بنتي زي الاول، اقسم بالله. فعلا فعلا، احنا النهارده والله طالعين عشان نتكلم عن السلبيات اللي بتحصل ما بين الاهل، واحنا داخلين على ايام مفترجه. حتى ما فكروش يخبطوا على ابوهم ويرضعوا باي حاجه، صدقيني يا بنتي صدقيك. كبرت خلاص الحمد لله. ربنا يديك يا حاجه تحت امرك في اي وقت، واولادك وشرف لينا ان احنا اولاد حضرتك. يا رب يخليك. تحت امرك في اي حاجه يا استاذه، تحت امرك يا امي. يا رب يا رب يا رب يا رب. يعني اديكي شفتي نموذج من اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، ان احنا افتقدنا صله الرحم. عشان عندي اجيب ولد اربيه واكبره في الاخر ما يسالش عليا واتعب واشقى عليه، اصعب حاجه، وخصوصا لما تكون الام لوحدها، بمعنى اصح ميته عايشه ميته. الام لما تكون لوحدها من غير جوزها، برضو الجوز سند وظهر ليها. طبعا. لكن لما تتكسر ظهرها وتفضل تربي وتكبر وتعلم، وبعد كده الابن ما يسالش على امه، او بمعنى اصح ممكن يتجاهلها، او بمعنى اصح ممكن يحطها في دار مسنين. طب ليه؟ هي عملت فيك ايه؟ كسرت شبابها علشان تكبرك وتعلمك وتبقى راجل. لكن للاسف الشديد انت عملت لها ايه؟ رماها في دار مسنين. رماها في دار مسنين. ده جزتها. ما عملتش اي حاجه ذنبها. احنا عملت ايه غير هي كبرت وطلعت عيل لراجل؟ عملت ايه؟ ما تبصوش لي كده، ما تبصوش لي سهر اللي هي اللي هم بس ده ينتو داني يا استاذه ايه. اكيد طبعا، اكيد ربنا هيطلع له عيل او عيله. طبعا طبعا، يعني هيخليه يشرب من الكاس اللي شربه لوالدته. اكيد طبعا، بيخليه في ذريته في اولاده. ربنا ما بيسيبش حق. لا لا لا، ربنا استحاله بيسيب طبعاً. حد ان ربك لبالمرصاد. اكيد طبعا، ربنا عز وجل مش بيسيب حد. يعني بجد انتوا سامعين، احنا سامعين النهارده الحلقه بتاعتنا، انا واستاذه ايه طالعين بنوجه رساله لكل ابن، لكل بنت، لكل مرات ابن، لكل جوز ابن. بخصوص مرات الابن يا هند، لازم بتلاقي في عنصر كده اللي هي ايه، عايزه تستحوذ على جوزها وخلاص. يا استاذه ايه، انا مسؤوله عن جوزي وبس. بس ان الفكره دي غلط جدا. البيت كان واحد، كل واحد. لا، انت واخده واحد معناها واخده بيت كله. لا لا لا، في ناس كده بجد، يعني مرات الابن ديت بتبقى لا ده جوزي، جوزي خلاص بقى ليا ولعيالي، مفيش بقى اخت، مفيش ام. ربنا عز وجل بيقول انت ومالك لابيك. اكيد. فما ينفعش، ما ينفعش ان انا اربي واتعب وتيجي معلش ست تاخده كده على الجهل. لا طبعا، لا استحاله. بيبقى من الراجل على فكره. بس النسبة دي بقت كبيرة قوي يا استاذة ايه، موضوع البنت ان هي تاخد جوزها وتحرضه على اهل بيته اللي هي امه وابوه واخته، كترت قوي الموضوع ده بجد. بتلاقي البنات دلوقتي مدلعين قوي زيادة على اللزوم. طبعا، اللي هي ايه، بابي مامي انا ماليش دعوة طبعا غير ببيتي وشقتي. خلاص كده، انا معلش مش بتريق طبعا على حد. لا. بس والله هي الطريقة مستفزة. وطلباتي كمان تكون جاهزة. طبعا. ماليش دعوة، فلانة جابت يبقى انا كمان انا اجيب. فكرة ان انا ابص على اللي في ايد اختي غلط. لا طبعا. طب انا اللي في ايدي الحمد لله راضيه بيه، ربنا يعني يزيدني يا رب ويزيد اختي. اللهم ليه الحقد وليه الحسد؟ لا، فبالتالي هي مش مستاهله اصلا. لا، بيبصوا تمني لغيرهم. طبعا، احنا طبعا دخلنا كل الامور في بعضيها، بس هي حلقه ايه شامله بمعنى اصح. طبعا، مش على عيد الاضحى وبس. لا والله اهدى، احنا بنقول العلاقات الاسريه ترجع تاني. احنا لو حضرتك زعلان من حد، صفي النية، نيتك وارفع سماعة التليفون. انا جاي لك النهاردة، انا جاي لك يا امي، بوس ايد امك، بوس دماغ اختك. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ استاذة امين. الله يخليك. اهلا وسهلا بيكي.
حضرتك كنت بتتكلم عن القرارات الاسريه وكده. ايوه وحضرتك كنت كده دلوقتي ان بعد ما المدام اللي اتكلمت دلوقتي قلت ان الجوز هو السند. ماشي ده فعلا يا استاذه ايمان. نعم ده فعلا. لا على فكره الجوز مش السند صدقيني. هو ماشي يا استاذه ايمان فعلا احترامي ليك يا استاذه ايمان. مش كل برضو عشان ايه ما مش الكل بيكون سند برضه. ازاي مش كل الابناء برضو ان هم مش كويسين يعني. تمام حضرتك مريتي بتجربه زي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي يا استاذه ايمان؟ صح. لا الحمد لله يعني انا احنا لينا والدتنا مريضه الحمد لله مش سايبينها. الحمد لله طبعا لازم تقعدوا تحت رجليها يعني. كلنا قاعدين يعني حتى كنا احنا متجوزين فلازم بنتجمع وبنقعد معاها وبنشوف طلباتها وكل حاجه الحمد لله. لا اكيد بس انا وحضرتك طيبه يا استاذه ايمان والاسره الكريمه طيبه. يمكن مراعيتي لامي في خلاف بيني وبين جوزي. شفتي بقى حضرتك ما احنا بنقول النقطه دي. ما احنا بنقول النقطه ديت يعني احنا ساعات ان انت جوز حضرتك ممكن يغير اللي انت بتروحي وبتعملي وبتسوي مع والدتك. احنا برضو بنقول النقطه ديت يعني برضو. وفي حالات برضو تلاقي برضو يعني بيبقى الجوز سند يعني حالات يعني احنا بنتكلم عن ده وعن ده مش كله يا استاذه ايمان. مش بس كله. حضرتك لازم طبعا تقعدي مع والدتك وتراعيها وتشوفها. النهارده ربنا يديها الصحه النهارده معاكوا بكره فين يبقى حضرتك ضميرك كده مستريح قدام ربنا اللي انت اديتي رسالتك تجاه والدتك. تبقى طبعا دي اغلى حاجه في الدنيا عندنا. وشكرا ربنا يخليك. متشكرين جدا استاذه ايمان على المداخله اللطيفه دي. المداخلات بتزيد يا استاذه ايه واحنا تقريبا ممكن. اللي احنا يعني جينا على الوتر الحساس شويه في العلاقات الاسريه. محتاجه بس ايه دي هي زقه. الناس يا عيني الناس تعبانه كده. الناس تعبانه فعلا. العصر اللي احنا فيه بقى عصر سريع في كل حاجه في المشاعر في الحب في الجواز حاجة. في الطلاق في كل حاجه ما بقاش دلوقتي الحاجه الحب يعني. شايفه ان الحب زي الاول؟ لا يعني الحب ما بقاش زي عارفه اللي هي ايه عشان بحبك يلا نتجوز هوبا يلا نتطلق. بقت حاجه فظيعه. لا 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 الحب ما بقاش زي الاول خالص. كان الاول الحب الرومانسي بجد الحب اللي احنا كنا بنعشق الحب عشانه. تلاقي في حد بتسندي عليه هو سندك سندي تلاقيه اللي هو ايه فاهمك من غير ما راجل راجل ايوه راجل حته الراجل راجل يشيل مسؤوليه واحده ست مش عاوزها مجرد مجرد واحده هتخدمه لأني. مجرد واحده هتجيب له عيال مجرد لا هو يعني انا افتكر جدتي اللي كانت عندها حوالي 70 80 سنه كانت تقول الله يرحمك يا جوزي لغايه دلوقتي ما شفتش ولا هشوف قبلك ولا بعد. شوفي عندها 70 80 سنه. بس يا هند ليه اتراضي. شوفي بقى دلوقتي لما واحده بتتطلق بالسلامة. بتشتم فيه هي ومعاها بتشتم فيه مش طايقاه بالسلامة. طب ليه وصلوا للحد ده؟ ما لو اختار صح لا بلاش منه. لا 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 وساعات بتبقى فاكره ان هي مختاره صح وفي الاخر ايه اللي بيحصل؟ ما هو برضه يا هند هم برضه مظلومين يعني في الاول اللي هي ايه حياه ورديه تيجي في الاخر بيبان على حياتهم. بس صح. الفئه اللي احنا فيها دلوقتي والله يا جماعه احنا مش بنتجنى على حد ولا بنفتري على حد بس بجد والله يا استاذه ايه يعني انا متجوزه الحمد لله ربنا يخلي لي جوزي ومعايا 3 اولاد. بس في ناس انا شفتهم بطبيعه حياتي الزوجيه عشرتي ناس متجوزه وكل حاجه واخدها هو عايزها هي اللي تصرف عليه. ده فعلا عايزه هي اللي تصرف عليه وتفتح البيت. بيت مشكله كبيره جدا وموجوده في كل حته يعني نادر قوي لما تلاقي واحد كده لا انت مسؤوله مني. دي حاجه يعني فاهمه نادره يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يخلي لي زوجي. الحمد لله رب العالمين يعني هو فعلا سند وظهر. بس انا شفت حالات كتيره كده والله يا استاذه ايه في كتير فعلا. لاني بصي انت سبب الاختيار. انا ما بختارش صح. ما هو بصي لازم الشخص يدرس الشخص كويس جدا مش مجرد قال لك بحبك يبقى خلاص ولا مجرد بعشقك الكلام اللي هو ملوش لازمه. لا لا ما فيهوش ما بقاش ليه طعم يا استاذه ايه. دلوقتي الشباب ماشيه في الشارع يعني في وفي برضه احنا بنتكلم على الفئه الكويسه والفئه المش كويسه. بتبقى ماشيه الستايل بتاعها حتى الحلاقه بتاعتهم استحاله توحي ان ده انت هتفتح بيت. انت هتفتح بيت انت بحلاقتك ومنظرك ديت هتقدر اللي انت تروح هو لو فتح باب الشقه الحمد لله يعني تبص ايد والدتك لا لا طبعا بيبان بيبان في الاسلوب وفي الكلام برضه يا هندي. ما هو الجيل اتغير يعني انت بتشوفي اللبس
الجيل اتغير، بس هي ملهاش دعوه باللبس، يعني احنا لو اتكلمنا ملهاش دعوه باللبس، عشان برضو ايه في ناس هتنتقدنا كتير جدا في الحته دي. والله يا جماعه احنا بنتكلم عن الايجابي والسلبي. لا بس هي فكره اللبس ملهاش دعوه، الرجوله موجوده في التربيه. يا استاذه ايه، انا بشوف تربية. لبس اصلا ما اعرفش اذا كان ده لبس بنات او لبس شباب، يعني انا بشوف حاجات كده متطرزه من على الصدر وقط وحاجات وبناطيل متطرزه ومشرشبه من تحت. الولد عاوز يتقال ايه؟ هو اللبس بنطلونك عاوز تروح تنسيطر؟ اه طبعا يمشي على الموضه، بس الموضه مش للدرجه اللي احنا نعمل ديت. يعني انا لو جالي بنت لبنت عريس مثلا وداخل عليا بالمنظر دوت اقول لها لا استحاله، مستحيل طبعا. احنا في الوقت دوت انا عايزه راجل يشيل مسؤوليه، يشيل مسؤوليه بيت بكلامه. انت تفكيره. انت مش عايشاها العمر كله، لا فانت عايزه تسلميها لشخص يكون قد المسؤوليه. اديكي شفتي المداخلات، كلهم بيقولوا كلهم بيعانوا عندهم ماساه. طب احنا ليه احنا طبعا يعني مش جايين، والله احنا مش جايين ننظم الدنيا ليه يعني نقوم الالام. لا والله احنا جايين نعيد عليهم، جايين نتكلم عن عيد وفرحه العيد. احنا يمكن الحلقه ديت ممكن تاثر في ناس ان هم فعلا يتصلوا ويعيدوا على اهاليهم ويعيدوا على ناسهم. صله الرحم اهم حاجه عندنا، صله الرحم. ان احنا داخلين على مناسبه جميله، مناسبه العيد الاضحى، ويا ريت نرفع سماعه التليفون. ازيك يا امي، ازيك يا اختي، ازيك يا اخويا. بصي انت مش لازم ان انت تنصحي حد، يعني هي بتيجي من قلبك، فبالتالي ما افتكرش ان في كتير هيعمل كده. ما افتكرش ان حد. احنا بنتمنى والله يا استاذه ايه، ما افتكرش والله. احنا بنتمنى، دي حاجه بتبقى من الاحساس والتربيه وال اكيد اكيد. احنا فيروس صغير جه دمر الدنيا، فيروس الدنيا يعني كلها عجزت ان هي تعمل تلاقي له عليك. امال يبقى الدنيا مستاهله ايه؟ الدنيا مستاهله ايه حضرتك وحضرتك؟ ارفعي سماعه التليفون، اتكلمي. اهلك وناسك وقرايبك هم دول سندك وظهرك، جوزك وولادك. لما جوزك وولادك هيشوفوكي، وخصوصا ولادك لما يشوفوك هتعملي كده، هيعملوا زيهم. اكيد الام قدوه والاب قدوه. اكيد. استاذه هند انا بس حابه اسالك سؤال، ايه علاقتك بالاسره؟ والله اسرتي دنيتي واهلي وناسي، وانا ما اقدرش استغنى عنهم، ويعلم ربي قدام الناس وقدام المشاهدين ان انا الحمد لله يا رب بحاول بقدر الامكان نعمل صله الرحم. اكيد في حد مزعلاه هند، حابه تقول له كل سنه وانت طيب. انا بقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد. الوقت بتاعنا انتهى، تحبي تقولي ايه يا استاذه ايه؟ اه طبعا انتظرونا. طبعا برنامج اسرار الحياه مش مجرد برنامج فقط لا غير، لا هو برنامج بيتكلم على كل سر موجود في الحلقه، كل سر موجود في كل بيت مصري، كل سر موجود في كل شخص فينا. انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه. شكرا مشاهدينا الكرام، وحلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.